صباحكم الله بالخير. شكرا سيد الرئيس، شكرا للإخوان المحاضرين من الاتحاد. أنا أبدأ من حيث انتهى أخ عبد النبي سلمان. ما هي حقيقة أوضاع التأمينات الاجتماعية؟ العجز الاكتواري 2007 كان 3.5 مليار دينار، 2015 حسب ميزانية الهيئة نفسها 2015 كان 7.5، 2014 كان 6.9، عندنا زيادة سنوية في العجز 500 مليون دينار. يعني السنة 2017 بيكون مليار زيادة عن من ما كان عليها 2015. أموال المشتركين مجموعها 3.5 مليار دينار حسب 2015، اشتراكات 418، مزايا تقاعد 409. تقريبا الاشتراكات ومزايا التقاعد متوازيين. عندنا فقط دخل الاستثمارات هو الفائض. عندنا ل 2019-2020 بنكون ندخل حالة عجز سنوية وليس فقط عجز اكتواري. إعادة الأجانب لمظلة التأمينات الاجتماعية ما تحل شيء، لأن إذا أنت عدت الأجانب للمظلة أصبح لهم حقوق تقاعدية، مع نظام التقاعد مفلس بدونهم، سيفلس 10 مرات بوجودهم. المكرمات التقاعدية التي قدمت مولت مثل ما قال الأخ عبد النبي من جيوب المؤمن عليهم. يعني احنا نشكر الحكومة على المكرمة، وفعليا مفترض نشكر نفسنا لأنه احنا قاعد نمولها من فلوسنا طوال السنوات الماضية. هذه حال الهيئة من حال الدولة، افلاس في حالة افلاس الآن حقيقية. ما يهمك انك انت عندك فلوس، انت الديون اللي عليك المستحقة عليك من المتقاعدين الليبيون اللي موجودين واللي بيجون في المستقبل أكثر من ما عندك ب7.5 مليار. احنا مفلسين كهيئة. ديون الدولة مفلسة، عندها 9 مليار دينار ديون وتزيد بمعدل 1.5 مليار دينار في السنة، غير ديون الشركات. الآن يتكلمون عن 6 مليار دولار فقط حق قصاع النفط والغاز، 3 مليار حق الألمنيوم. إذا احنا نتكلم عن حالة الآن ديون الدولة، إذا حسبت أن الدولة هي ضامنة لنظام التقاعد، إذا حسبنا ديون الدولة مع ديون العجز الاكتواري اللي نسميه هو دين لنا احنا من الحكومة، احنا نتكلم عن 21.5 مليار دينار هو مجموع الديون اللي عند الدولة، حوالي 55 مليار دولار. تزيد بمعدل 1.5 مليار دينار عجز حكومة و500 مليون دينار عجز التقاعد، مليارين في السنة نزيد احنا في هذه الحالة. النتيجة احنا في حالة قريبة من حالة اليونان. الحل الجذري لهذا الموضوع ما يمكن، يعني مو قضية المشكلة ان ندخل اجانب او ما ندخل اجانب، او ان نجيب 100 مليون او 200 مليون او 500 مليون من ديون المعدنة، كل هذه مهمة لكن هي خردة في نهاية المطاف. القضية الأساسية طول الأخطاء، كل الأخطاء اللي وقعت في السنوات الماضية ما في محاسبة ولا في مساواة للمسؤولين. نفس المسؤولين اللي اتخذوا قرار في 86 بتخفيض الاشتراكات موجودين اليوم، نفس المسؤولين اللي مروا بتجربة شبه إفلاس لوضع الميزانية العامة للدولة في التسعينات موجودين الآن. فنفس المشكلة اللي موجودة هي موجودة. المطلوب إعادة أملاك الدولة وتخصيصها لنظام التأمين، لأنه الآن إحنا الدولة ضمنتنا، لكن الدولة ما تستطيع أن تضمن، عندها ديون كثيرة. في مليارات وزعت على شكل عطايا لأراضي، هذه توضع في نظام التأمين الاجتماعي ويتم تطويرها في المستقبل، وهذه تضمن لنا أنه ما يصير عندنا حالة إفلاس، محاسبة المسؤولين وشفافية كاملة. ما يمكن حماية أموال الناس ما دام الناس غير ممثلين كما ينبغي في الهيئة وغير ممثلين كما ينبغي في الحكومة. شكرا. شكرا أبو شريف. شكرا. الأخ زبيدة.